سيقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة إلى فيتنام ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة لحظة فاصلة للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية بين البلدين. وخلال زيارته التي تستمر 3 أيام، سيزور أوباما مدينة هانوي عاصمة فيتنام ومدينة هوسيمي التي تعد المركز الاقتصادي للبلاد. وقالت السلطات الفيتنامية أنه من المتوقع أن يجري أوباما محادثات مع القيادة الفيتنامية بشأن التعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان والوضع في بحر الصين الجنوبي وإمكانية إنهاء الحصار الذي تسعى فيتنام إليه منذ فترة طويلة، والتي قد يزيح إحدى التأثيرات الرئيسية من حرب فيتنام.